مش لأنه بدي أعرف شيء، بصير إنه مثلاً بفوت على هيدا بلاقي عامل تاج لهيدا، بفوت على هيدا بلاقي بعمل stalking إنه عزهقي مثلاً بكون فايتة عن مثلاً إنه my friend، فجأة بلاقي حدا عمل له comment إنه بكبس عليه، بشوف مثلاً إذا شاب إنه بكون حلو بفوت أعمل stalking. إذا حدا عجبني فينا بفوت شوف his account أو his profile get a feel يعني قبل ما إذا إيه أو لا، إذا بدي عندي مثلاً page لا painted فا I do stalking من هونيك مش من my account. كان it was a fence قبل بس مش to stalk people، كنت منزل قصص هبل علي وهيك اكتب كابشن يأمرني جمالك اخوان البلاتفورم المفضل عندي هو الانستغرام، يعني انا كثير بحب اخذ صور، يعني بالحياه العاديه بتلاقي عندي مدري كم الف صوره، فانا بحب اني مثلا شارك مع رفقاتي يعني صوره مكان حلو انا رحت عليه، حبيت اني شارك معهم صوره لي اي شيء، يعني بحب اني شارك شغلات على الانستغرام، وبنفس الوقت بحب اني اشوف رفقاتي شو عم بيشاركوا او شوف العالم اللي انا بحبه. كل شيء له إيجابيات وله سلبيات، هو عم بيوفر لنا تواصل سريع وسهل مع العالم يلي منحبه، بس كمان بنفس الوقت عم ياخد وقت كتير من حياتنا، يعني عم ننسى العالم يلي أصلا موجودة حوالينا، فعم يكون في disconnect مع العالم يلي فعلا موجودين قدامنا وأكتر connect مع هاي البلاتفورمز. زائد أنه مثلا في بلاتفورمز مثل الانستغرام كل شيء منشوفه عليه هو perfect كامل، فيعني مثلا إذا أنا مسكت التليفون وقعدت اتفرجت على أكاونت حدا مشهور أو مو مشهور، يعني صار في عنا كتير influencers وفاشينيستاز وكذا، منشوف perfect bodies perfect skin perfect hair، فيعني منطلع منقول إنه إذا نحنا مثلا ما عنا كل هدول الشغلات منصير منطلع على الشيء اللي ما له موجود عنا، مننسى إنه نحنا نقدر الشيء الموجود اللي عنا، ومنصير منطلع على شغلات ما له موجودة عنا.